مؤامرة إيد تكشف حقيقة عودتها لنورمال. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد انتشار عدة إشاعات حول عودة قمر الطائي ونورمار، قامت قمر الطائي بالأمس بوضع تعليق على حسابها بالتليجرام تنفي هذه الإشاعات، حيث علقت قمر أن الماضي لا يعود وأن الحياة تستمر، مشيرة إلى أنها لن تعود لنورمار. من جهة أخرى، نورمار قام بالأمس بوضع لايك على بوست لانا محمد. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sandra. Happy birthday to you. تجهيزات لعيد ميلاد ام السوس طبعا جاهزه. لكن يا صباح الخير، نبدا اليوم الثاني بميكنوس. و شوفوا شوفوا الناس، شوفوا الصياعه، شوفوا الصياعه، شعب صايع والله. ميكنوس صايع.